وطبعا بقى خلينا بقى مع المديرين الفنيين اللي نادي الاهلي عمل او حدد تسعيره للمدير الفني الجديد. راتب المدير الفني الجديد هيكون ما بين 2 مليون الى 2 مليون و500 في السنه. لسارتي فاز على اطلع بره 4-0 ولا كانش يعني الاداء عادي. النهارده الكابتن محمد يوسف يعني بيفوز 9-0 وباداء يعني. طب اقول لكم ايه؟ ده الكلام اللي انا يعني شغال عليه من 3 ايام وقلت لكم من ترشح، وانا عارف ان الاداره الفنيه وليها كل الحق، او الاداره اداره مجلس اداره نادي الاهلي هي حقها ان هي تشوف مدير فني،